بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قرار رقم 177، هيئة كبار العلماء بشأن ميقات ذات عرق. هذا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة بشأن الميقات، ميقات ذات عرق، ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق، ميقات ذات عرق. هذا قرارهم بالنسبة لذلك، لأن هذا القرار وجد حديثا لما كتب أهل تلك المنطقة بطلب عمارة الوادي وعمارة الميقات. كلف أهل ذوي هيئة كبار العلماء، كلفت مجموعة منهم بالبحث والنظر في تحديده، لأن تحديده لا بد أن يكون بمقتضى الشرع وليس باجتهاد أحد لا يعرف ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. ننظر إلى اهتمام هيئة كبار العلماء بهذه المواقيت والاجتماع من أجلها والنظر فيها ليكون تحديدها موافقا للشرع بإذن الله. فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته الأربعين على الرسالة المقدمة من بعض سكان الضريبة، من بعض سكان الضريبة التي هي موقع الميقات. قدموا هذا الخطاب لولي الأمر بطلب تحديد ميقاتهم وبناء مسجده وبناء ما يحتاجه المحرم في تلك المنطقة. فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته الأربعين على الرسالة المقدمة من بعض سكان الضريبة المتضمنة طلب بناء مسجد في ميقات ذات عرق يكون معلما للميقات، يحرم منه من يمر بهذا الميقات ممن يريد الحج والعمرة، لأن عدم وجود مسجد. قدموا الخطاب لولي الأمر، للملك، للإمام، قدموا له الخطاب، فهو وفقه الله في وقته إلى أن يكتب لهيئة كبار العلماء للنظر في هذا الطلب أهو موافق للشرع أم لا، وكيف يحدد المسجد، أيحدد بناء على رغبة الأهالي أم يحدد بناء على المقتضى الشرعي الذي يقره الشارع. فالملك وفقه الله كتب لهيئة كبار العلماء في النظر في هذا الطلب من أولئك هل يستجاب له أو لا، فاستجاب له لكنه على شرط أن يكون موافقا لمقتضى الشرع.
المتضمنة بطلب بناء مسجد في ميقات ذات عرق يكون معلما للميقات، يحرم منه من يمر بهذا الميقات ممن يريد الحج والعمرة، لأن عدم وجود مسجد في الميقات أدى إلى تجاوز الميقات من بعض مريدي الحج والعمرة من غير أهل المنطقة. لأن كون هذا المحل يختلف عن المواقيت الأخرى، فتجد كثيرا ممن يمر به يتجاوزه بدون إحرام، لأن ما في علامة على أنه هنا يحترم ويكون الميقات عنده. فطلبوا بناء المسجد ليراه القادم فيعرف أن هذا المسجد مسجد ميقات يحرم من عنده. من أراد الحج والعمرة وجاء من هذا الطريق ما يجوز له تجاوزه حتى يحرم، لأن عدم وجود مسجد في الميقات أدى إلى تجاوز الميقات من بعض مريدي الحج والعمرة من غير أهل المنطقة قبل الإحرام لعدم وجود ما يرشد إليه. غير أهل المنطقة، أما أهل المنطقة فيعلمون أن هذا ميقات مكاني لأهل العراق ومن جاء من هذا الطريق فيعرفون ذلك، لكن من جاء من العراق أو من جهته أو من الشام من خراسان أو من أي منطقة يمر بهذا المكان بسرعة ينتظر أن يرى علامة، لأن هذا ميقات والعلامة وجود مسجد كبير بين يحرم من عنده. فطلب أهل المنطقة تنبيه القادمين إلى مكة من هذا الطريق بواسطة الميقات، بطريق الميقات بناء مسجد يبين أن هذا ميقاتا، لأنها بنيت المساجد في ذي الحليفة ميقات على المدينة، وبنيت في ذات في طريق نجد وهو السيل، وبنيت كذلك في وادي المحرم وهو هذا الطريق الذي يمر بالسيل، فأعلاه يسمى وادي المحرم وأسفله يسمى السيل، وهما ميقات واحدة. بنيت المساجد هنالك كما بني المسجد في لملم ميقات أهل المدينة، وبني المسجد في الجحفة ليعلم القادم من جهة البحر من هناك أن هذا ميقات. بقي ميقات الضريبة، ميقات ذات عرق، ميقات أهل العراق ومن جاء من تلك الطريق لا علامة فيه، فرغبوا في أن يأمر ولي الأمر ببناء مسجد ومرافقه في ذلك الموقع. ولأهمية الموضوع ومسيس الحاجة إلى إيضاح هذا الميقات، رأى المجلس تكليف أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام والشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضوي المجلس والشيخ عبد العزيز بن محمد العبد المنعم الأمين العام للهيئة بزيارة موقع الميقات المذكور والعناية بتحديده وبيان ما يحتاج إليه من مسجد ومرافقه. وقد قاموا بالمهم المسجد وفقه الله، هيئة كبار العلماء وفقهم الله، كلفوا ثلاثة منهم، اثنان من هيئة كبار العلماء والثالث الأمين العام للهيئة، لأجل أن يكتبوا تقريرا عن هذا الموقع وما يحتاج إليه، فيكتب عنه هيئة كبار العلماء لولي الأمر
وقد قاموا بالمهمة وأعدوا التقرير اللازم في الدورة الحادية وفي الدورة الحادية والأربعين للمجلس المنعقدة في الطائف. عرض الموضوع واطلع المجلس على التقرير الذي أعده الأمر مبني على السعة وعدم الاستعجال لأجل أن يكون الأمر واضحا جليا. فهم لم يكلفوا في تلك الدورة، الدورة الأربعين جاءهم الخطاب، الدورة الواحد والأربعين بعد سنة كانت النتيجة كذلك، فهم جاءهم الخطاب في الدورة الأربعين، فكلفوا اللجنة لأجل أن تبين لهم هذا الموقع وهل يحتاج إلى بيان أو لا يحتاج، وينظر في ذلك. وفي الدورة الحادية والأربعين للمجلس المنعقدة في الطائف عرض الموضوع واطلع المجلس على التقرير الذي أعده المشايخ الذي نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلما كان ميقات ذات عرق مدرجا في جدول أعمال الدورة الأربعين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 1413، وقد رأى المجلس كما ورد في المحضر الأول من محاضر هذه الدورة تكليف كل من فضيلة عضوي المجلس الشيخين عبد الله بن عبد الرحمن البسام وعبد الله بن سليمان المنيع وأمين عام الهيئة عبد العزيز بن محمد العبد المنعم بزيارة ميقات ذات عرق وكتابة تقرير بشأنه يتضمن وصفا له وبيان حدوده وتقديمه للمجلس في دورته الحادية والأربعين. وإنفاذا لما رآه المجلس توجهت اللجنة المكلفة بالمهمة يوم السبت الموافق 1414 إلى ميقات ذات عرق، وقد سلكت الأربعين انعقدت في 10/11/1400 هجرية، الدورة الواحدة والأربعين في 29/3 بعد سنة بعد تقريبا 6 أشهر أو نحوها من الدورة الأولى. وإنفاذا لما رآه المجلس توجهت اللجنة المكلفة بالمهمة يوم السبت الموافق 1414/12/2 إلى ميقات ذات عرق، وقد سلكت في ذهابها الطريق الموازي لوادي العقيق المتجه شمالا من عشيرة إلى بلدة المحاني، وعند محاذاتها ذات عرق سلكت الطريق من مكة إلى الميقات لترى هذا الطريق وتعرفه أن هذا طريق مسلوك من القدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدده عمر رضي الله عنهم، فيدرى فيقال إن عمر حدده ولم يعلم عن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق الأمران على شيء واحد، اتفق عمر رضي الله عنه مع تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميقات، لأن نظرة عمر رضي الله عنه نظرة شرعية، وهو موفق في نظراته وقوله وفعله، وهو محدث، يعني إن يكن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر يتكلم على ضوء ما ألهم من الوحي ومن التعليم رضي الله عنه. وإنفاذا لما رآه المجلس توجهت اللجنة المكلفة بالمهمة في يوم السبت الموافق 1414/12/2 إلى ميقات ذات عرق، وقد سلكت في ذهابها الطريق الموازي لوادي العقيق المتجه شمالا من عشيرة إلى بلدة المحاني، وعند محاذاتها ذات عرق من الشرق تركت الطريق المزفت واتجهت غربا مارة بوادي العقيق عرضا مع خط ترابي ممسوح يصل ما بين الطريق المزفة وبين ذات عرق، وقد حسبت المسافة من وادي العقيق إلى ذات عرق فبلغت 28 كيلو مترا حسب عداد السيارة.
وقد وصلت اللجنة منطقة ذات عرق وتجولت فيها وفيما حولها من وديان ومزارع، ثم كتبت وما انتهت إليه من معلومات وحقائق معتمدة في ذلك على أولا ما ذكره بعض أهل العلم من مفسرين وفقهاء ومؤرخين عن هذا الميقات، حيث استعرضت اللجنة وهي في رحلتها قراءة كثير من أقوال أهل العلم في وصف هذا الميقات وذكر بعض معالمه. اثنين، مشاهدة معالم هذا الميقات من أودية وجبال وتطبيق ما ذكره أهل العلم عليها، لا سيما مما كتبوا في وصف طرق الحج، وأشاروا إلى كثير من المواضع مع ضبطها بالوصف والمسافات. ثالثا، الاستعانة ببعض أهل الخبرة. هذا يدل على أن الطريق هذا كان مسلوك لكنه ليس بكثرة، فلذا ما لم يكن واضحا جدا فاحتاج إلى توضيح، وإلا فالطريق على ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم أو حدده عمر رضي الله عنه طريق واضح جلي، لكنه فيه شيء من الخفاء لكونه لم يكن مسلوكا، والإسفلت والطرق التي قامت للمملكة كلها في غير هذا الطريق، لأن غالب الذي يأتون من العراق يأتون عن طريق السيل، عن طريق الطرق المسلوكة، حتى لو تعطلوا أو شيئا وإذا أمامهم وبين يديهم ناس يستفيدون منهم. نعم. بخلاف الطرق الأخرى فهي مسلوكة وبينة، ومن ذلك اليوم إلى اليوم من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم ذات الجحفة والحليفة ما اختلفت، ومن قطع منها السير فالناس يعرفون ذلك، ثم جاءت الدولة السعودية وفقها الله فمشت بالطريق الطرق المستفلة ووضحت الطريق للحج والعمرة، إلا هذا الطريق لكونه لم يكن مسلوكا. ثالثا، الاستعانة ببعض أهل الخبرة من سكان تلك الجهة، فقد اتصلت اللجنة بثلاثة من كبار الاستعانة بأهل الخبرة وأهل المعرفة وأهل الوادي الكبار السن الذين مثلا عاشوا في هذا الوادي لهم 70 سنة 60 سنة يعرفونه ويعرفون طرقه. الاستعانة ببعض أهل الخبرة من سكان تلك الجهة، فقد اتصلت اللجنة بثلاثة من كبار السن من أهل تلك المنطقة واصطحبتهم معها في جولاتها، ووقوفها على مختلف المعالم من جبال وأودية وآبار وخرائب، وتعرفت منهم على أسمائها وعلى كل ما يعرفونه عنها في القديم، حينما كان الحاج يستخدم الإبل في سفره ويحرم بالنسك من هذا الميقات، وفي الحاضر حيث تغيرت وسائل المواصلات فأصبح الإحرام منه منقطعا، وذلك من أكثر من 40 عاما حيث ذكروا ذلك. وتوصلت اللجنة إلى الحقائق التالية: أولا، أن عرقا قمة جبل مرتفع ولونه متميز عن بقية جبل مرتفع ممتد يمين وشمال يقال له عرق، المرتفع الممتد يقال له عرق، سواء كان من جبال أو من رمل أو من وادي، كل هذا إذا امتد فإنه لا يسمى عرق، يسمى عرق. نعم. أن عرقا قمة جبل مرتفع ولونه متميز عن بقية الجبل بلون إلى السواد أقرب، واقع على كامل قمة الجبل، وهذا الجبل مرتفع عما حوله ممتد من الشرق إلى الغرب بطول الفي متر تقريبا، يحده من الشرق وادي الحنو
ومن الغرب وادي العصلاء الشرقية، وهذا الجبل هو الحد الجنوبي للميقات. ثانيا أن ميقات ذات عرق ريع بين جبلين فيه مجرى سيل كبير متجه إلى الشرق. ريع بين جبلين، الريع هو الممر الطريق الذي بين جبلين يسمى ريع. أن ميقات ذات عرق ريع بين جبلين فيه مجرى سيل كبير متجه من الشرق إلى الغرب يدعى وادي الضريبة، يتسع هذا الريع في بعض نواحيه ويضيق في نواحيه في نواح أخرى بين 200 متر و500 متر وطوله من الشرق إلى الغرب 1000 متر تقريبا، ويطلق عليه اسم الطرفاء، وفي منتصفه بئر قديمة فيها ماء تسمى الخضراء. 1000 متر يعني 2 كيلو طول هذا الطريق وهذا الممر، 2 متر يعني 2000 كيلو، كل كيلو 1000 متر. ويطلق عليه اسم الطرفاء، وفي منتصفه بئر قديمة فيها ماء تسمى الخضراء، يحرم عندها من يريد الإحرام من أهل البلد أو من يمر بها ممن هم حولها حسب إفادة المرافقين للجنة من أهل المنطقة. وفي هذا المحدود توجد آثار خرائب وأساسات مباني قديمة لم يبق منها إلا ما هو ملاصق للأرض، وفي غربيه شمال مجرى الوادي آثار مقبرة قديمة وتغطي أشجار السلم والطلح والسمر عامة أرض الميقات. حدود الميقات، أما حدود هذا الميقات كما وضح للجنة فيحده من الشرق ملتقى وادي الحنو مع وادي أنخل عند مصبهما ليتكون منهما وادي الضريبة، وعند ملتقى هذين الواديين يبدأ العرق المنسوب إليه هذا الميقات. ويوجد في هذا الحد 3 نصائب، إحداها في جنوبيه في سفح العرق. هذا النصائب يعني أعمدة واضحة جلية، هذه وضعت منذ أكثر من 30 سنة قبل هذا الميقات، كلفت اللجنة بتحديد موعد مكان هذا فخرجت وحددت ووضعت هذه الأنصاب، يعني جبال يعني أعمدة واضحة جلية تحدد هذه الجبال تحدد الميقات كما ظهر للجنة التي قبل ذلك، لأن هذا لكونه غير مسلوك وغير واضح يحتاج إلى عدد من اللجان في الدولة السعودية وقبل الدولة السعودية. أما مثل ميقات الحليفة وميقات الجحفة وميقات يلملم وميقات السيل ما احتاج إلى هذه اللجان، لأنها طرق مسلوكة باستمرار حية معلومة، بخلاف هذا الطريق فهو يحيا أحيانا ويموت كثيرا. ويوجد في هذا الحد 3 نصائب، إحداها في جنوبيه في سفح العرق المذكور عند ابتدائه من الشرق حيث مجرى وادي الحنو، والثانية فوق ملتقى وادي الحنو ووادي أنخل في المثلث الفاصل بينهما قبيل التقائهما، والثالثة في سفح الجبل الشمالي المقابل لجبل عرق من الشمال. وهذه العلامات 3 ذكر المرافقون من أهل تلك المنطقة من أهل تلك الجهة أنها وضعت منذ حوالي 30 سنة من قبل لجنة خرجت من مكة بقصد تحديد الميقات ومنع التعدي عليه. ويحده من الغرب وادي العصلاء الشرقية المتجهة من الجنوب إلى الشمال، حيث يصب سيله في وادي الضريبة، ويمتد الحد الغربي شمالا إلى مسامته وادي العصلاء حتى يصل إلى الجبل المقابل من الناحية الشمالية. ويوجد مجرى سيل متجه من جنوب إلى الشمال موازن للعصلاء الشرقية من الغرب يدعى العصلاء الغربية، وبينهما حوالي 500 متر، ويصب سيله في وادي الضريبة. وقد وضعت نصائب من قبل اللجنة السابقة في الضفة الشرقية للعصلاء الغربية، وقال المرافقون أن هذا متجاوز للحد، وإنما وضعت هذه الأنصاب لتكون حمل للميقات
إذ إن حد الميقات من الغرب هو العصلة الشرقية كما أوضحناه آنفا لوجود الآثار شرقيها، ولأن العرق المنسوب إليه هذا الميقات انتهي عند هذا الحد، ونوصي بأن يبقى ما بين العصلاء الشرقية والعصلاء الغربية حمل للميقات كما وضعته اللجنة السابقة، ولا يسمح لأحد بإحيائه أو تملكه. هذا الأنصاب موضوع سعة الميقات، موسع فيها الميقات لأجل أن يتسع وليكون حماية له من أن تمتد إليه أيضا تحييه، لأن الميقات محل شرعي ما يجوز للناس أن يحيوا هذا الميقات أو يتملكوه أو يجوا يحرمون من مزارعهم، لا، يجب أن يكون خلا وبر وماضي وبعيد عن المساكن. ويحد الميقات من الجنوب قمة جبل عرق ابتداء من طرفه الشرقي عند مجرى وادي الحنو إلى طرفه الغربي حيث ينتهي بمجرى العصلاء الشرقية، ويحده من الشمال الجبال المتصلة الواقعة شمال وادي الضريبة من مصب وادي أنخل في وادي الضريبة شرقا حتى ملتقى وادي الضريبة بوادي العصلاء الشرقية غربا، وطول الميقات شرقا وغربا 2000 متر تقريبا، وهو طول العرق المذكور. وعرض الميقات يختلف باختلاف ما بين الجبلين ضيقا واتساعا، يتراوح ذلك ما بين 200 متر و 500 متر كما سبقت الإشارة إليه. أما موقع إقامة مسجد الميقات ومرافقه، فترى اللجنة أن يقام في المتسع الواقع شمال شرق بئر الخضراء لتوسطه، ولأن جميعا من سألناهم أجمعوا على أن الإحرام في الماضي والحاضر هو قرب هذا البئر التي يوجد حولها بقية الآبار المندفنة والغرف المتهدمة والمقابر في سفح الجبال الشمالية الغربية مما يلي وادي الضريبة. هذا ما توصلت إليه اللجنة فيما يتعلق بميقات ذات عرق، ونسأل الله إصابة الحق في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ولمزيد التأكد طلب الخطاب الأخير المقدم من اللجنة إلى هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء أضافوا إليه. نعم. ولمزيد التأكد طلب المجلس حضور الشريف شاكر بن هزاع قائما مقام مكة سابقا واطلاعه على شاكر بن هزاع. هذا رجل صالح كان أميرا لمكة ويعرف حدود مكة وحدود الحج ويعرف ويستعان به، وهو من الأشراف، رجل فاضل. أنا عرفته أول ما جئت إلى مكة، وجدته هنا موجود في مكة، ما لي الآن هو حي ولا قدم إلى رحمة الله. رجل صالح يستعان به في بعض الحدود يعرفها معرفة جيدة. ولمزيد التأكد طلب المجلس حضور الشريف شاكر بن هزاع قائما مقام مكة سابقا واطلاعه على تقرير اللجنة ومعرفة ما لديه من معلومات عن الميقات المذكور لما له من خبرة في ذلك، وقد حضر عند هيئة كبار العلماء في يوم السبت الموافق 1414 25/3، وأفاد ما تضمنه تقرير اللجنة موافقا لما قررته اللجنة التي شكلت لتحديد ذات عرق، وكان عضوا فيها ووضعت علامات حدود كان مشارك للجنة التي في عام 87، ووافق على ما قررته اللجنة في عام 14 و13. وكان عضوا فيها ووضعت علامات حدود الميقات في ذلك الوقت التي لا تزال باقية إلى الآن، وهي نفس العلامات التي رأتها اللجنة التي شكلها المجلس، كما قام كل من عضوي المجلس فضيلة الشيخ محمد بن سليمان البدر وفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يوم الجمعة الموافق 1414/24/3 بزيارة لميقات ذات عرق. وأفاد المجلس بأنهما اطلعا على الميقات ومعالمه. أفاد المجلس
الاثنين أفادا المجلس وأفادا المجلس بأنهما اطلعا على الميقات ومعالمه وسألا عددا من سكان المنطقة عن الميقات واتضح لهما أن ما جاء في تقرير اللجنة التي كلفها المجلس في وصف دقيق لذات عرق يوافق واقعها على الطبيعة. وبناء على ما تقدم فإن المجلس يرى ما يلي: أولا أن تهتم الحكومة بميقات ذات عرق الذي هو أحد المواقيت المكانية المعتبرة للحج والعمرة من حيث المحافظة يعني عليه. لم يكن على طريق واضح، صار كل وقت يحتاج إلى تبيان وإيضاح وليس له معالم تخصه، صار كسائر البلاد سائر البقاع البرية، وهذا ما يكفي. الناس يبون شيء يتضح لهم أن هذا هو الميقات حقا. فطلب مجلس هيئة كبار العلماء من الحكومة أن تعتني بهذا الميقات وتأمر ببناء المسجد وغير ذلك من الأمور، وذلك بوضع علامات واضحة وبارزة. أن تهتم الحكومة بميقات ذات عرق الذي هو أحد المواقيت المكانية المعتبرة للحج والعمرة من حيث المحافظة عليه، وذلك بوضع علامات واضحة وبارزة في بدايته من الشرق ونهايته من الغرب حسب الحدود الموضحة في تقرير اللجنة المذكور ضمن هذا القرار، حتى لا يتجاوزه أحد ممن يريد الحج أو العمرة قبل الإحرام. ثانيا، يوصي المجلس بتكليف الجهة المختصة بالمبادرة بإنفاذ أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ببناء ميقات ذات عرق وتأمين ما يحتاجه من خدمات ومرافق حسب ما صرح بها معالي وزير الحج والأوقاف السابق، ونشر في جريدة الجزيرة في عددها 7470 الصادر في 1413/19/9. ثالثا، يقام المسجد في المكان الذي اقترحته اللجنة في تقريرها للأسباب التي ذكرتها، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. من جاء هذا الميقات يرى أنه بني المسجد وبني في هذا الشيء. أحد منكم مر على هذا الميقات؟ مريت عليه؟ فيه بناء مسجد وكذا وكملوه ولا لا الحين؟ درب يا أخي وضح لنا. ماذا يقول الأخ يا صالح؟ انتبه له. ميقات زين الآن، فيه مسجد، حول سكان سكان الضريبة أو كذا. بين المسجد، بين. هذا قرار آخر لهيئة كبار العلماء يتعلق بالمواقيت. أقرأ قرار هيئة كبار العلماء بشأن المواقيت المكانية. قال مجلس المكانية حددها الشارع صلى الله عليه وسلم. قال مجلس هيئة كبار العلماء بعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكر أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع مع جميع جوانبه، فإن المجلس يقرر ما يلي: أولا، أن الفتوى الصادرة من الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه أحد من علماء المسلمين. إنه لا يجوز لأي عالم أن يفتي بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإجماع على أن فتوى ما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت هو الحق، وما عداه باطل لا يجوز الاعتماد عليه. فمعناه أن جدة كانت موجودة من قديم، وكانت ميناء قبل الإسلام، وكانت ميناء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ميقات، بل جعل المواقيت واحد يمينها واحد شمالها. فقال في لملم
هذا الميقات الجنوبي لهذه المنطقة، والجحبة الميقات الشمالي لهذه الجحبة لهذا الطريق. فمعناه أن جدة بينهما ولم تكن ميقاتا، فلم تكن ميقاتا، حتى من جاء من جهة البحر فإنه يحاذي أحد الميقاتين قبل أن يصل إلى جدة. إذا جاء إلى جدة من جهة الجنوب فإنه يحاذي ميقات يلملم قبل أن يصل إلى جدة، ومن جاء من جهة الشمال العراق ونحوه والشام واليمن الشام ومصر وغيرها من تلك الجهات في ذلك المكان يأتي إلى الجحفة قبل أن يصل إلى جدة بوقت. معناه أننا نقول لا تحرموا يا أهل تلك المنطقتين إلا من جدة، معناه تجاوزوا الميقات ولا يجوز لهم تجاوزه. وكذلك القادم بالطائرة، قادم بالطائرة إن كان جاء من جهة المشرق فإنه يحاذي ميقات أهل نجد قبل أن يصل إلى جدة، وإن جاء من جهة اليمن فإنه يحاذي ميقات يلملم قبل أن يصل إلى جدة، ومن جاء من جهة الشام ونحوه فإنه يحاذي ميقات الجحفة قبل أن يصل إلى جدة. فمعناه أنهم إذا قلنا ميقاتكم جدة تجاوزوا الميقات بدون إحرام، فلا يجوز الاعتماد على ذلك إطلاقا. ألف أن الفتوى الصادرة من الشيخ عبد الله بن زيد المحمود بجواز جعل جدة ميقاتا للركاب. عبد الله بن زيد المحمود كان أول طالب علم في المملكة، وهو من طلبة العلم الكبار أنا أعرفه، لكنه يخطئ ويصيب، فاجتهد وجعل جدة ميقاتا بعدما راهب إلى قطر وتولى رئاسة المحاكم الشرعية في قطر، لكنه يخطي ويصيب وله تجاوزات سامحه الله فيها، فوجعل جدة ميقاتا لأناس يأتون يتجاوزون المواقيت المحددة لهم من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلهم يحرمون من جدة، وجدة ليست ميقات ولا ذكرت في المواقيت ولا سماها النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت. فما يسوغ لأحد أن يجتهد خلاف اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف تشريع الرسول أو اجتهاد عمر، لأن عمر رضي الله عنه اجتهد اجتهادا مصيبا، ناظر حذو المواقيت، حذو ذات، نظر ذات عرق، حذو ميقات السيل وميقات أهل اليمن هي بينهما، فلما حاذاهما قال اجعلوا ميقاتكم هذا. ألف أن الفتوى الصادرة من الشيخ عبد الله بن زيد المحمود بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه أحد من علماء المسلمين الذين يعتدوا بأقوالهم. لا سبقه أحد، لأن العلماء كلهم قبله ما نظر إلى فتاويهم ولا قال عن أحد منهم سوى ما يروى عن أحد العلماء في اليمن أنه قال جدة ميقات، يمكن هذا بناء على رأي مخالف للشرع. ب لا يجوز لمن مر بميقات من مواقيت من المواقيت المكانية أو حاذا واحدا منها جوا أو بحرا أن يتجاوزه من غير إحرام، كما تشهد بذلك الأدلة وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى.
خلاف العلماء ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى وجوب الإحرام على كل من قصد مكة سواء قصد النسك أو لا، مستدلين بما رواه البيهقي عن ابن عباس لا يدخل أحد مكة إلا محرما. قال ابن حجر إسناده جيد. وذهب الإمام الشافعي إلى عدم وجوب الإحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره ابن حزم في المحلى، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الخلاف بين العلماء رحمهم الله في من قصد مكة هل يلزمه أن يحرم سواء قصد الحج أو العمرة ولم يقصد؟ الأئمة الثلاثة على أن من قصد مكة سواء كان لحج أو عمرة أو تجارة أو غيرها فإن عليه أن يحرم من هذه المواقيت. الإمام الشافعي رحمه الله قال لا، لا يحرم من هذه المواقيت إلا من أراد مكة لحج أو عمرة، أما إذا أراد السكن في مكة ولم يرد حجا وعمرة أو أراد الإقامة أو أراد البيع والشراء أو أراد طلب العلم في مكة ولم يحرم فلا يلزمه الإحرام إلا من أراد الحج والعمرة. هذا الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا القول للإمام الشافعي فيه رواية عن الإمام أحمد كذلك، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهم اختاروا أن من لم يرد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام. وذهب الإمام الشافعي إلى عدم وجوب الإحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره ابن حزم في المحلى، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال في عقيل رحمه الله من أكبر فقهاء الحنابلة رحمة الله عليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معروف، مستدلين بقوله في حديث الباب ممن أراد الحج والعمرة، فمفهومه أن من لم يرد النسك لا يجب عليه، على أن عامة العلماء الموجبين للإحرام يقيدون الإجابة في غير المرتدين على المرتدين المترددين على الحرم بحالة مستمرة كصاحب البريد والمكاري ونحو ذلك، فلا يجبون عليهم الإحرام وعلى هذا العمل الجماعي. فائدة: جعل الإحرام من هذه الأماكن تعظيما وتشريفا لهذه البقعة المباركة، فإن الله جعل البيت معظما وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الحرم فناء لمكة، وجعل المواقيت فناء للحرم. هذه الأفنية كلها من باب تعظيم الكعبة. الكعبة لها فناء وهو المسجد الحرام، المسجد الحرام له فناء وهو مكة، المكة لها فناء وهو المواقيت، وهكذا. فكل فناء يحترم من أجل ما يكون فناء له فهو فناء لمكة. فإن الله جعل البيت معظما وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل المسجد الحرام فناء للكعبة، وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الحرم فناء لمكة، وجعل المواقيت فناء للحرم. هكذا أفنية كلها من باب الصيانة المسجد الحرام للكعبة شرفها الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل نذر برأس بقر يذبحه للفقراء ثم عدل عن نذره بعد مدة، وحيث أفتاه أحد الإخوة بأن يبيع العجل المنذور به ويتصدق به على رجل مصاب بالسرطان، فهل يجوز له ذلك وما هو الحل؟
وقد عدل عن نذره. إن كان عدل عن نذره بعد أن أوتي ما نذر من أجله فيجب عليه أن يفي بنذره، ولا يجوز له أن يعدل. كان يقول: إن شفاني الله من هذا المرض فأنا أتصدق بهذا العجل، فشفاه الله فيجب عليه أن يتصدق بهذا العجل، ولا يجوز له أن يعدل. وإذا كان قال: إن عاف الله مريضي هذا فعلي أن أتصدق بهذا العجل، فلم يشف الله مريضه بل مات مريضه في مرضه ذلك، فلا يلزمه شيء من النذر، فهذا النذر لا يخلو. إن كان لزم فلا يجوز للإنسان يعدل عنه، وإن لم يلزم فلا يلزمه أصلا. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية وخاصة عند الانتهاء من المناسك؟ حكم حلق اللحية محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وأحفوا الشوارب. الشارب يحفى واللحية تعفى، ولا يجوز حلقها، وحلقها إثم. يقول السائل: هل العلماء والدعاة وطلبة العلم لا يعصون الله؟ هذا هو الواجب، أن طالب العلم والبصيرة والمعرفة ما يعصي الله جل وعلا، لكنهم قد يعصون الله ويخالفونه، فمخالفتهم لأمر الله لا يخلو، إن كانت في أشياء ما يجوز المخالفة بحال من الأحوال فهو شرك مخرج من الملة، وإن لم يكن كذلك فهو سيئة وذنب عظيم، ويجب على طالب العلم أن ينزه نفسه من المعاصي قدر المستطاع، وإلا فإنهم ليسوا بمعصومين. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.